وجيت هون معدل المقابلة دور نشر قضايا نحن المتقاعدين وظلم المعدلنا. احنا هادو أبواتنا ريتر توشين قالوا من عند مفرما إلى لاسنم وفنا وفيها، وإحنا جينا عدلنا لالاليف معاهم وراعينا تقاعدنا ولادنا ومولي في لاسنم. وكل ما مشى منا حد في لالاليف الناس يواجع ما كانت متطلعة على القوانين ولا على ظروف، والنقابات كذلك ما قد عايشت مع هالقضية. وطلنا أن حقوقنا مهضومة شين قالوا لديبار على ثلاث. وبداية الانتخابات سيد الرئيس محمد بن الشيخ القزواني دعمناه على ذاك الأساس بأنه لا يعدلنا لفتة في قضيتنا، ويا للأسف جسكا بريزان ونا با يدير ريزلتا. والمحاكم داخلينهم من اللي له زمن من 2016 ولا قد يتقدم شيء في حقوقنا ولا صفات. عندنا احكام بدائيه قال ديريزوار بالنسبه للي عندنا من الحقوق. وطالبين وراجين وناشد الجميع وقضيتنا منها قضيه مزريه للعمال والمتقاعدين سنين. ما هو قاعد نحن اللي فتنا وقعنا في الواقعين من اللي جنراسيون فيتير شين قالوا لابليكاسيون دو لارتيكل 31 Actuellement, tous les gens partent en retraite, soi-disant, mais ils partent en licenciement. Ma vie, je suis un متقاعد يمشي là, je suis un licenciement abusif.